والآن نتحول إلى أخبار الطقس والحالة الجوية. أحوال الطقس والتي فرضت نفسها في خلال الأيام الماضية نستعرضها من جديد مع زميلي محمد عبد الله. شكرا لكم مصطفى، شكرا زهر. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة متوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفي مآلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى، والبداية من القاهرة 23-16، الإسكندرية 23-15، مطروح 24-13، بورسعيد 22-17، والإسماعيلية 24-15، وإلى السويس 23-15، العريش 22-14، طابة 22-15، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 27-16، إلى الأقصر 27-14، أسوان 28-15، الوادي الجديد 26-11، شلاتين 28-20، وأخيرا حلايب 26-22. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.